انطلقت في أربيل فعاليات معرض هايتكس بدورته الرابعة بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وقد شاركت في هذا المعرض 121 شركة عالمية بمختلف مجالات التكنولوجيا لـ20 دولة عربية وأجنبية. بالدولة الرابعة أكيد بالسنة الرابعة هي هاي السنة عندنا عدد الشركات المشاركة 121 شركة من 20 دولة مختلفة، كلها في مجال التكنولوجيا، لو يكون software، لو يكون AI، لو يكون موبايل أو أي digital bank أو أي شيء يكون، كلهم بمجال التكنولوجيا المشاركين هنا هاي السنة. وفي يومه الأول من الافتتاح عبر المشاركون عن سعادتهم نظرا لما عرض في معرض هايتكس من أجهزة تكنولوجية حديثة تواكب التطور الذي يعيشه العالم اليوم. أكيد دعم قوي للمعرض وكاسم هايتكس والشركات المشاركة، يعني كحضور يهم الكل، دائما هو الراعي الأول والدافع الأول لكل التطورات الموجودة بالإقليم. معرض هايتكس مكان جميل وبالأخص للشباب، وفرحنا من حيث ما هو معروض من وسائل تكنولوجية حديثة نراها في إقليم كردستان ونتعرف عليها من خلال هذا المعرض. ويعد معرض هايتكس 2023 منصة اجتماعات لأفضل شركات التكنولوجيا في المنطقة ومصدر تعليمي للابتكارات المتطورة، بالإضافة إلى كونه مكانا يلتقي فيه قادة الصناعة لتقديم أحدث ابتكاراتهم. لقناة زاغروز، مهند محمود، أربيل.